عارف سندين قال لي تعمل مية عايزة تعمل محضر قلت له بدل محضر يبقى انا قصاد وسيط المحضر ليه هتعمل هي ما انا داخل انتخب وحط عليها 50 جنيه ما حدش يتبلع عليها ولا حد ماسك فيها بره ما صدقش بقى اللي معايا دوت حبيبي ايه يا دوت خلص حبيبي لقى معاها ورق مش هتصور حدث دين ونخوض غلط غلط على عادل وتكلمت مع عادل بقول لك تعرف الزلمه غلط يا سلام بس على طب الماسك انت ماشي فيه صلح النبي بصوا على كلمه على كلمه